اهلا وسهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نستعرض معاكم قراءه سريعه على اهم نشرات الصحف والمواقع وايضا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليله اللي فاتت. ونبدأ في المركز الاول رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على خلفيه اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات واللي شهد الموافقه على 7 قرارات جديده. في المركز الثاني الفنانة دينا الشربيني بعد تصريحات مثيرة تلفزيونية أعلنت فيها بشكل رسمي وجود جزء ثالث من مسلسل كامل العدد وتصريحات عن علاقة عاطفية بتجمعها بشاب من خارج الوسط الفني. في المركز الثالث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعد عقده اجتماع لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد 2023 وذلك تمهيدا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارا من يوم الثلاث المقبل الموافق 7 مايو 2024. في المركز الرابع نعمة شفيق رئيس جامعة كولومبيا بنيويورك على خلفية اعتصامات داخل الجامعة ومظاهرات داعمة لفلسطين وتدخل شرطة نيويورك. في المركز الأخير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأخبار متعلقة باجتياح رفح وكمان أخبار عن صفقة تبادل رهائن مع حماس. كمان معانا